السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أصدقائي، الآن تقريبا بدأنا بالدخول إلى موسم التزاوج عند الكناري، وقريبا يبدأ الحصون كذلك بالتزاوج. لذلك أردت تقديم هذه الملاحظتين لكم لكي تساعدكم على أن يكون لكم موسم إن شاء الله ممتاز في الإنتاج، وعدم الوقوع في بعض الأخطاء البسيطة، ولكنها هذه الأخطاء أصدقائي تكلف فراخ وتكلف إنتاج وفير أو العكس. أول ملاحظة أصدقائي أردت تبليغها لكم، فعند تقديم إلى زوج الكناري أو الحسون مواد التعشيش لبناء العش، ولما تشاهدون الزوج الأنثى أو حتى الذكر أصدقائي لا يريد تلك مواد التعشيش، تلك الخيوط، ودائما يعترونهم وهم يرفعون رؤوسهم من الأعلى أو إلى جانب الآخر من القفص كأن الزوج يبحث عن شيء ما. في الحقيقة أصدقائي هم لا يريدون تلك الخيوط، ويريدون يعني تغييرها بمواد تعشيش أخرى. مثلا عندما تقدمون تلك الخيوط الرفيعة البيضاء، الزوج الكناري أو الحسون ليس متعود عليها أو لا يريدها، ومثلا ويحبذ خيوط الخيش، إذا وقتها نغيرها له. هذه الملاحظة أصدقائي ملاحظة مجربة ومعروفة عند مربي الطيور. وكذلك هناك شيء آخر أصدقائي أردت تبليغه، عند تقديم الخيش ومواد التعشيش إلى الزوج الكناري أو الحسون، الرجاء أصدقائي اختيار أو أن تكون الخيوط ليست طويلة جدا أصدقائي، لأن طول الخيوط عندما يبنون بها الزوج العش نلاحظ دائما أرجل الفراخ تعلق بتلك الخيوط، ولا يعود الفرخ حتى منذ الأيام الأولى لا يعيد يعني يستطيع تحريك رجله، وبالتالي سوف يعني مع الوقت أصدقائي سوف الرجل تموت ولا تعود تتحرك. والأفضل كما نشاهد الآن أصدقائي قص تلك مواد التعشيش، تلك الخيوط الخيش، على نصفين، ليست تكون طويلة مواد التعشيش أصدقائي، ممكن 8 سنتيمتر أو إلى 10 سنتيمتر يكفي كطول خيوط، ونقدمها بدون خوف أن يعني تعلق بأصابع الفراخ. وهذه الطريقة أصدقائي كذلك مجربة. هذا هو الفيديو الذي أردت تقديمه لكم، وفي الأخير أرجو الاشتراك في القناة ليأتيكم منا كل جديد، والسلام عليكم.